السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من كورس تعليم السوفت وير. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن المبرمجة وشرحنا طريقة استخدامها بشكل مبسط، وكمان عرفنا المحتويات اللي موجودة معاها وبعض المعلومات الأخرى. الفيديو اللي فات أو اللي هو المفروض الجزء الأول مرتبط بالجزء الثاني، والمفروض كل الأجزاء هتكون مرتبطة ببعض. أنا بعتذر عن تأخير الحلقات أو الفيديوهات، ولكن بدأنا نشتغل على أوسع نطاق من دلوقتي. فيديو النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا، وهي شرح واجهة البرنامج نفسه. المفروض أن المبرمجة بيكون ليها برنامج على جهاز الكمبيوتر، والمفروض أن البرنامج ده هو المسؤول، أو بمعنى آخر هو الوسيط اللي المفروض بيكون ما بين الإبرم أو الجهاز المراد تنزيل السوفت وير عليه والمبرمجة نفسها. من خلال البرنامج ده بتقدر تتحكم في كل وظائف المبرمجة مهما كان نوعها، وده الواضح من خلال عنوان الفيديو والصورة اللي ظهرة على الشاشة، وهو شرح واجهة برنامج مبرمجة RT809F. نروح للشرح العملي، وهيكون أفضل لما نروح لسطح المكتب الخاص بجهاز الكمبيوتر ونبدأ نشتغل بشكل عملي. قبل أي حاجة، في الفيديو اللي فات احنا كنا عرفنا ازاي نركب الإبروم على المبرمجة نفسها، او بمعنى اخر يعني عرفنا الطريقة الصحيحة لتركيب الإبروم في المبرمجة، فما فيش داعي ان احنا نصور الكلام ده لانه كده كده حصل في الفيديوهات اللي فاتت. انا هبدأ دلوقتي اجيب إبروم واركبه في المبرمجة علشان واحنا شغالين على سطح المكتب تبقى عارف متأكد ان في إبروم موجود في المبرمجة. مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نروح لسطح المكتب. اول حاجة يا صديقي هتدخل على جوجل وهتبحث على الـ RT809F، البرنامج نفسه هتلاقي البرنامج موجود في مواقع كتير، المهم ان انت هتحصل عليه. وابسط مثال، لو دخلت على موقع isahat.com ودورت على المبرمجة اكنك هتشتريها من على الموقع، وبصيت في الاسفل هتلاقي اخر اصدار للمبرمجة. فعلشان اسهل عليك الامر، فكرة حصولك على البرنامج نفسه سهلة جدا. هنبدأ اول حاجة نفك ضغط، ندخل على الفولدر نفسه، هيظهر لنا الشكل ده، هنبدأ نسطبه، برنامج عادي جدا، نيكست، ونبدأ نختار المكان اللي احنا عايزين نسطب البرنامج فيه. انا هسطبه في السي مثلا، وهنعمل نيكست نيكست، وكده المفروض زي ما احنا شايفين نكون خلصنا كل حاجة. هنبدأ بعد كده نعمل فينش ونخرج، هنبص نلاقي هنا ظهر معانا ايقونتين. احنا بنشتغل بالايقونة اللي تحت دي علشان هي اللي المفروض بتشغل معانا البرنامج يا صديق. نشغل البرنامج كده، واول ما بيبدأ يفتح بنسمع صوت موسيقى المفروض خاصة بالبرنامج نفسه. ومن هنا يا صديقي تكون الواجهة الخاصة بالبرنامج. فكرة ان البرنامج يشتغل معاك على طول وما يجيبلكش اي رسائل، ده معناه ان المبرمجة راكبة بشكل صحيح، والإبروم متوصل عليها بطريقة صحيحة ومفيش اي مشاكل. وعلشان تتأكد اكتر بنبدأ بأول خطوة، وهي قراءة اوتوماتيكية من خلال كلمة سمارت. لما بنضغط عليها كده بيعمل عملية قراية بشكل اوتوماتيك للإبروم اللي هو الاي سي يعني اللي حضرتك مركبه في المبرمجة، ومن هنا يجيب لك الرقم والبيانات الخاصة بالإبروم وبعض المعلومات الاخرى عنه. وكل المعلومات دي والحاجات دي هنتعرف عليها في الفيديوهات اللي جاية بشكل تفصيل، بس علشان متوهش مني لازم نتكلم في الاساسيات فقط. هنا يا صديقي بنبدأ بعد كده بنروح لخطوة مهمة جدا جدا من كلمة رايت. الكلمة دي لما بنضغط عليها بنعمل نسخة احتياطية من النسخة اللي موجودة على الإبروم نفسه، يعني المفروض انا هعمل شحن فلاش على الجهاز ده قبل ما اعمل حذف واعمل تنزيل والكلام ده كله، ابدأ اخد نسخة احتياطية من خلال هذه الاداة. وهنا بيبدأ يقرأ الإبروم نفسه والبيانات اللي موجودة عليه علشان نكون مستعدين ان احنا ناخد نسخة احتياطية للإبروم نفسه. بندخل مثلا على جهاز الكمبيوتر بتاعنا، او بنختار المكان اللي احنا هنثبت او هننزل فيه النسخة نفسها، وهنعمل سيف. يعني مثلا انا عملت نيو فولدر، مش مشكلة حضرتك بقى تكتب الكلام اللي انت عايزه او على حسب الجهاز اللي عندك وتعمل كلمة سيف. كده احنا خدنا نسخة احتياطية من الإبروم، يعني لو حذفناه ما عندناش اي مشكلة، بحيث ان لو جالك جهاز وليكن مثلا في حاجة بسيطة حضرتك شاكك بس في السوفت وير، فيبقى على الاقل عندك نسخة احتياطية من الموجودة على الجهاز.
عشان بعد كده لو احتجتها في مره تلاقيها موجوده عندك. الخطوه اللي بعد كده يا صديقي بنروح على كلمه هيرس اللي المفروض بنبدا من خلالها نعمل عمليه حذف للبيانات اللي موجوده على الابرم بشكل نهائي وما يكونش فيه اي بيانات على الابرم، بحيث ان احنا لما نبدا ننزل البيانات الجديده او السوفت وير اللي احنا عايزين ننزله تكون العمليه سهله جدا جدا. طيب دي كانت الخطوه الثالثه. بعد كده بنبدا ندخل على كلمه اوبن، ومن اوبن بندور في جهاز الكمبيوتر على الفولدر اللي احنا حاطين عليه الفلاشه اللي احنا عايزين ننزلها على الجهاز ده. يعني مثلا انا دخلت على جوجل وكتبت تنزيل او تحميل مثلا فلاشه سوفت وير لجهاز كذا كذا، فلقيت السوفت وير او جبته من احد اصدقائي ايا كان، المهم دلوقتي هو موجود عندي على جهاز الكمبيوتر ومحفوظ عندي. فانا هدخل على السوفت وير ده يا صديقي، وليكن مثلا هو ده السوفت وير اللي انا عايز انزله على الجهاز بتاعي. ببدا اضغط عليه مرتين وبعد كده باجي على كلمه رايت اللي هي دي وبضغط عليها، ومن هنا يبدا عمليه تنزيل السوفت وير على الابرم مره اخرى. طبعا البرنامج نفسه بيدعم اللغه العربيه، ولكن لو حضرتك ظبطت على اللغه العربيه هتلاقيها مش مفسره بشكل كامل، يعني مش واضحه. هو كده خلاص تمت العمليه والسوفت وير نزل على الابرم نفسه، وكده الجهاز المفروض هيشتغل معايا تمام مفيش اي مشاكل، واحنا كده استخدمنا الموضوع بشكل صحيح. لو قابلتك مشاكل في الموضوع هتلاقي اغلبها بيكون بسبب ان الادابتر نفسه مش راكب كويس في المبرمجة، او الابرم نفسه مش راكب كويس في الادابتر، فلازم تتأكد من النقط دي يا صديقي. ولو حبينا نغير اللغة العربية اهو زي ما احنا شايفين، ممكن حضرتك تتعامل معاها او تفهمها، ممكن لا برضو اللي رايح حضرتك. فبكده المفروض طالما جاب لي اوكي في اخر وظيفة وهي وظيفة التنزيل اللي هي المفروض الوظيفة دي اللي هي بيقولك برمج مثلا، يبقى حضرتك كده جاهز لتشغيل او رفع الابرم من على المبرمجة علشان تركبه في الجهاز وتبدأ حضرتك تجرب وتشوف. وكده يا صديقي قدرت تعرف ازاي واجهة البرنامج بتشتغل والحاجات الاساسية في البرنامج نفسه. المفروض في الفيديو اللي جاي ان شاء الله بإذن الله هنبدأ نعمل عملية شحن بشكل عملي، يعني هنجيب جهاز محتاج شحن فلاشة وهنبدأ من بداية رفع الاي سي من الجهاز وتركيبه، وكل ده هيكون بشكل عملي ونظري في نفس الوقت علشان المعلومة تكون واصلة لحضرتك بشكل كامل وبدون اي مشاكل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامة.